اخدت بالك لما انت جاي بتسلم عليا وجاي انت تقيت وشني؟ احنا في العاده لو انت احنا بنسلم على بعض بنصبح ساعتها جت على نفسيتي قوي. انت اتضايقت جدا لان انا ايه رحت عامل كده. انا بقول لك ايه اوعى تزعل يا احمد. انا مش ياسر انا رحيم دلوقتي. على فكره هو التمثيل كان صعوبته دايما او اللي انا مش حسيته بصعوبته يعني ربنا يكون في عون اللي بيعمله ان انت بتضطر تعمل حاجه على غير معتقداتك. يعني انا اول مره كنت اجرب تجربه التمثيل دي السنه دي تقريبا معاك. السنه اللي فاتت كان ضيف شرف كده. السنه دي كان تمثيل بجد. فلما لقيتك في المشهد اللي معاك قعدت توجهني وتتكلم معايا انت بتطلب مني اعمل حاجه هي في الورق هي صح بس بالنسبه لشخصيتي انا مش مستسرها. مش مستسر اخش اسلم على حد من ايده كده واكمل كلام يعني وهتكون خدتها على كرامتك. والله تعبت قوي يومها. يعني انا عايز اعرف انك انت ازاي بتعرف تفصل ده. يعني انك انت تبقى بجد حاسس قوي انك ممكن تعمل حاجه عكس مبادئك او شخصيتك في التمثيل. يعني مش الكاركتر بتاعك. لان هي دي اللعبه. يعني انت الناس بتفتكر دايما ان الممثل هو بيعمل دوره الحقيقي وكل ما الناس صدقت ده كل ما انت نجحت. يعني كل ما انت قربت للناس فعلا تتخيل انك انت اللي قدامهم على الشاشه ان اخلاقك كده وانت بتتعامل كده يبقى انت نجحت. لكن التمثيل حاجه مختلفه. يعني انا لا عمري كنت رحيم ولا كنت يحيى ولا حتى كنت سعد اليتيم زمان. انت بتخرج من شخصيتك وطبيعتك وتخش في طبيعه الدور اللي قدامك.